كعادتهم في كل عام يتداعى هؤلاء الشباب من مشارب متباينة تحت لافتة مستقلة وبعيدة عن وصمة الانتماءات السياسية، وهي مبادرة حاضرين التي تعنى بعلاج المرضى وجبر الضرر. هنا تذوب كل المسميات والألقاب والأوصاف لتبقى قيمة التراحم بين الناس. حاضرين بدأت من أيام الثورة، كانت لتقديم المساعدة لمصابي الثورة وأسر الشهداء، شغل طوعي بالكامل يعني مشارك فيه الشعب السوداني بمختلف أطيافه، الشركات الخاصة. المبادرة توفر يومياً مئات الوجبات الرمضانية تستهدف بها الكوادر الطبية في مراكز العزل، يستندون على تبرعات المحسنين وبعض شركات القطاع الخاص. يتم الآن مرحلة إعداد هذه الوجبات لتبدأ بعدها مرحلة أخرى، مرحلة التوزيع. أبطالها متطوعون يقومون بتوزيع هذه الوجبات إلى مختلف الدور الإيوائية والمستشفيات في مختلف أنحاء العاصمة الخرطوم. بيتم التجهيز بتاع الوجبات، بعد ذلك قبل الإفطار بأربع ساعات بيجوا المتطوعين، بنشتغل في تجهيز الوجبات، بنشتغل إفطار وسحور لمراكز الطبية أو عن ما يقارب 19 مركز بتاع عزل ومستشفيات. عدد الوجبات التي يتم إعدادها يومياً في هذا المكان يقترب من 1000 وجبة في اليوم وفق الإشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، غير أن المكان كلما ضاق بالحاضرين من المتطوعين اتسعت قلوب الشباب بالمحبة ورحابة الخاطر، ولا تجد منهم إن كنت زائراً أو محتاجاً سوى حاضرين. محمد عثمان، العربية، الخرطوم.